السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من حياة طيبة. تحية لكل المتابعين داخل وخارج السودان. حبابكم عشر في يوم الأحد وانطلاقة أسبوع جديد من هذا البرنامج. حديث في الأحد الفائت كان عن مسألة التدبير. اللهم يا مدبر دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. تدبير في ظل وضع اقتصادي بيحتاج منا للشغل وحركة وجكة، وبيحتاج منا للتضافر، إنه كل أسرة شيلتها وبشيت حيلة ونبقى يعني منتجين بدل ما نتلقى العطاء من شخص مثلا شغال بر السودان، أو ننتكل كلنا على زور واحد أبونا أو أخونا أو أمنا أو أختنا حتى. يعني ما هي الوسائل ممكن من خلالها نكون ناس مدبرين؟ يعني بالحاجة اللي عندنا الآن أي كان وضعنا شكله كيف، متوسط عالي منخفض، بالوضع اللي عندنا ده حنتعلم كيف إن شاء الله ندبر ونخفض من حكاية الصرف اللي ما في محله. أصلا هو ما في صرف زايد بالمعنى، لكن الصرف اللي ما في محله ممكن يمشي لحتات ويكون عندنا استقرار في البيت وما يكون فيه شح حتى في القروش والناس تخش في أزمات. حنتعلم إن شاء الله عدد من الوسائل أحبابنا المشاهدين من خلال هذه الحلقة. وطبعا عندنا إحنا شخصية في البيت مهمة جدا وعليها محور ارتكاز، المرأة عموما وبالذات الأم، دي عليها دور كبير جدا، هي مدبرة بالتأكيد إن شاء الله، لكن إحنا برضو حنوجه لها رسالة إن شاء الله من خلال هذه الحلقة. نسعد بمتابعتكم وكذلك بمشاركاتكم من خلال الوسائط المختلفة، صفحتنا على فيسبوك برنامج حياة طيبة، وكذلك على رقم الواتس ومن خلال المكالمات الهاتفية على الهواء مباشرة. حبابكم عشر وباسمكم جميعا ورحب بضيف هذه الحلقة الدكتور أيمن الشيخ جمعة سهل، استشارة التخطيط الاستراتيجي الشخصي وأستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم. مرحبا دكتور أيمن، مساك سعيد. مرحبا بك أستاذ يوسف، ورحب بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وإن شاء الله تعالى تكون مواصلة جميلة لما بدأناه في الأسبوع الماضي، ونحاول قدر الإمكان أن نجيب على بعض التساؤلات أو الإشكاليات التي وردتنا خلال ما بين الحلقة السابقة وهذه الحلقة. بالتأكيد إن شاء الله دكتور أيمن، والحديث عن التدبير نحن قلنا حنوجه رسائل معينة لفئة من الفئات المهمة. المرأة هي ركيزة أساسية في البيت، يعني في بعض الأحيان الرجل هو الذي أو في الغالب هو اللي يخرج واللي بيجيب القروش، وعملية الصرف هي اللي بتتحكم فيها بالطلبات اللي هم عايزينها احتياجات البيت. خلينا نبدأ بالمرأة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة العبارة اللي تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي قضية أو عبارة التدبير نصف المعيشة، لا شك أنه قضية التدبير دي يا أستاذ يوسف ليست قضية يقوم بها شخص واحد، يعني ما ممكن أن تعتمد الأسرة على شخصية واحدة تكون منوط بها موضوع أنه تدبير الأمور وموضوع اقتصاد الأمور وغيره. لا شك أنه عشان الأمور تمشي بصورة سلسة لابد يكون في نوع من التعاون بين أفراد الأسرة. التعاون ده بيشمل كمية من أفراد الأسرة، من أهمهم ما ذكرته أنت اللي هي الأم أو ربة المنزل أو سيدة المنزل، لأنه حقيقة كثير من المصروفات بتمر عبرها هي. صحيح. وكثير من يعني ما ينفق في البيت غالبا بيكون عن طريقها هي، لأنه هي المدبرة، هي التي تقوم على غذاء ناس البيت من طعام وشراب. ولا شك أنه نحن مصاريفنا اليومية اللي هي الأكل والشراب قد تكون بالنسبة لكثير من الناس بتمثل أكثر من 60 أو 70% من المصروف اللي نحن بنصرفه في شهرنا، يعني يكاد أن يكون المصروف اليومي هو لب الميزانية حقة الإنسان في حياته اليومية. والميزانية اليومية دي اللي هي ميزانية الأكل أو ميزانية الطعام والشراب، بلا شك أنه من أكثر الناس الممكن يساهموا بما يستطيعوا في الاجتهاد فيها هي الزوجة أو الأم في البيت أو سيدة المنزل أو ربة المنزل، بيكون لها دور كبير جدا. لكن ده محتاج لوعي من شنو؟ لوعي من أفراد الأسرة. أنا أديك أمثلة بسيطة. في بعض الأسر مثلا، في بعض الأطفال في البيت يتعودوا على أطعمة معينة. ودي قد تكون موجودة الآن في كثير مثلا من الأطفال، ما بيأكلوا الطبايخ، ولكن إحنا ما بنأكل الملاحدة وما بنأكل إلى آخره. الكلام ده زمان مقبول منه، ولما يكون في شوية في حاجة يشتروا بها النواشف والأشياء اللي بيكون سعرها أعلى شوية. لكن لما تكون أنت في وضع زي ده لازم يتعاونوا معك ناس البيت، حتى الأطفال الصغار، في أنه أقل ما يمكن أن يؤتى به من أجل الطعام المناسب للأسرة يكون كل ناس البيت متعاونين فيه. وده مثال بسيط جدا ممكن الزول يضربه للحاجة دي اللي هي قضية التوفير. أمثلة كثيرة جدا، حتى الاستعمالات أثناء الطبخ، يعني كثير من الناس الآن الطهاء المعروفين بيتكلموا عن أنه يستطيع الإنسان أنه يوفر كثير من الأشياء
باشياء بسيطه، حكايه البصل، حكايه كميه الزيت بتكون في الطعام، حكايه اي شيء من الاشياء اللي بيحتاج الطعام. المراه طبعا بلا شك هي الاعرف بذلك، لكن التوصيات بتكون نصائح. انت عارف انه الخمسة جنيه في اليوم بتساوي كم في الشهر؟ قريب ال 150 جنيه. 150 جنيه دي في حاجه، وفي حاجه ثانيه وفرنا 50 جنيه، وفي حاجه ثالثه وفرنا 70 جنيه على مدى شهر كامل. بتكلم يعني انت لو وفرت في اي شيء من الطعام والشراب جنيهين او 3 جنيه من اي حاجه، الثلاثه دي في 30 يوم ب 90. فانت بتلقى نفسك ببساطه شديده وفرت من ده 50 ومن ده 70 ومن ده 100 ومن ده ومن ده الى اخره مما تعودنا عليه اصلا. طبعا ده في حاله الاسره اللي ربنا سهل عليها وبتمتلك الحاجه دي اصلا. صحيح. لانه للاسف الشديد في اسر حتى دي اللي بيوفروا منها دي ما موجوده. صحيح. يعني في بعض الاسر حكايه انه يوفروا في اللحمه، في اسر اللحمه دي فارقوها من زمان. صحيح. في اسر كثيره جدا مثلا الخضروات اللي بتكون غاليه في المواسم برضو تخلوها، برضو فارقوها من زمان لحد يعني بيستغلوا المواسم اللي بتكون فيها الاشياء موجوده. التدبير في المنزل ليس بالصعب. انا اديك مثال اخر مثلا على موضوع الخضار والفاكهه اللي هو يعتبر جزء من الحاجات الموجوده في الاسره. الخضار ده اساسي، الفاكهه دي قد تكون نوعا ما حسب نوع الاسره. ايوه. في احيانا بعض انواع الخضار وانواع الفاكهه ناس الاسره عارفين انه ده سعره غالي، عشان كده من اساسيات التوفير شراء الاشياء في مواسمها. صحيح. انا لما اشتري الطماطم في موسم الطماطم مفترض يكون سعره منخفض. انا لما اشتري الموز كفاكهه في موسم الموز مفترض يكون الكيلو حقه منخفض. صحيح. انا لما اشتري اي حاجه في موسمها غالبا بيكون سعره ماله سعر مناسب. غير كده الشراء من اماكن اللي بتبيع بالقطاع زي ما بقوله، غير الشراء من اماكن الاسواق ومن اماكن طبعا. الجمله، في بعض الناس بيقول لك انا حامشي السوق عشان اوفر لي 5 جنيه و10 جنيه في كل سلعه. انت لما تقول 5 جنيه في كل سلعه، 5 في 10 سلع ب 50، 50 لما تضربها في اسبوعيا، يعني في النهايه النقط الصغيره دي لما تتجمع بتعمل، بلقى نفسي عملتها وقدرت انه اوفر. عشان كده سيده المنزل ربه المنزل عندها دور كبير في الاحساس بموضوع التوفير، لكن هي محتاجة أولا أن تقتنع بأنه شنو؟ بأنه هذا الرجل بيستاهل يوفروا له. لسبب بسيط، ممكن الزوجة بتحس أنه زوجها ده معاهم في البيت مضيق جدا جدا جدا، لكن مع أصحابه ممكن عادي يعزمهم سمك ب 300 جنيه، ممكن عادي يمشي يعزمهم بعد 3 يوم ب 400 جنيه، ممكن. فهي بتشعر بنوع من الغبن، كيف أنا دارني أوفر لك في البيت وإنت القروش كلها مضيعة عزايم أسبوعية مع أصحابك؟ فده فيه نوع من الغب. محتاج، عشان كده بقول لك الموضوع محتاج لشنو؟ تثبيت، يعني تكاتف من افراد الاسره مع بعض عشان يطلعوا فعلا بقضيه توفير تكون مناسبه نوعا ما. بالتاكيد دكتور ايمن، نحن في مساله التدبير عندنا بعض الحاجات اللي بتعرض لنا، الرغبات اللي في بعض الاحيان اللي ممكن نقول عليها رغبات ثانويه. يعني عندنا نحن طالما انه الكلام على ربه البيت، حكايه اللي عندهم الاواني دي لا تقاوم، لو جات واحدة شايلة لها ملايات أو أواني منزلية وغير من هذه الأشياء ممكن هي تعمل مستحيل عشان تشيل حاجة أو حتى لو بالدين يعني. صحيح. فالمسألة دي كيف نعمل معها وزنة؟ يعني هي الوزنة 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 هي أنه نعمل قاعدة. القاعدة بتقول أنه في حالة الشح المادي الثانويات دي بنطلعها برا، دي حاجة طبيعية. الثانويات دي كلها مفترض تكون خارج الحسابات. ليه؟ لانه نحن الان قاعدين نبحث عن توفير الاساسيات. انت كزوجه لو حتدبر الموضوع براكي، لو حتحلي موضوع ملاياتك وموضوع الاواني المنزليه من غير ما ترهقي جيب الزوج قد يكون مقبول. لكن هي ذاتها ممكن يكون عندها طريقه تصرف معينه بيسووا النسوان الان الصناديق مع بعض بيشتركوا فيها وغيره وغيره. اذا هي بتقدر تحلها براها بطريقتها قد يكون عند الزوج الموضوع اهون. أهو من أنه يكون أقساط ودين شهري موجود يستمر لستة سبع شهور. هي الحكاية حكاية قاعدة، أنه أنا كزوجة، أنا كابن، أنا كابنة، متى أطلب الشيء الذي يعتبر أساسي ومتى أطلب الشيء الذي يعتبر من الثانويات أو من غير الضروريات. ما يرهقنا في نفس الوقت بالضبط. يعني هو محتاج في النهاية لوعي. الوعي ده لو ما توفر في النهاية الزوجة بتقول لك أنا ما راجل، المرأة بتقول لك أنا ما مسؤول عن المصاريف، أنت المسؤول تتصرف. اتصرف كيف؟ ساعدني عشان اعرف اتصرف. لو ما حصل النوع من المساعده قد احيانا يصل الموضوع لاحتداد ما بين الزوج والزوجه، وكل زوج يتهم الثاني، هي تتهمه بانه مقصر، هو يتهمه بان ما بتراعي ظروفه الماديه، ونبقى في اشكاليات قد تمتد حتى الاولاد يكونوا عارفين بها. نعم. دكتور ايمن نمشي مباشره للمكالمات الهاتفيه، ومعنا ابو محمد من هرنين. مرحبا بك يا ابو محمد. الو، السلام عليكم استاذ يوسف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. احييك واحيي دكتور ايمن. الله يبارك فيك.
الله يسلمك. لو مسكنا يعني كلمة التدبير عكسها أو نجيضة طوارئ في نجد التدبير. هناك بيقول لك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يعني في أمر شرعي أو نهي شرعي، وهناك بيقول لك ولا تبسطها كل الضغط ولا تجعل يدك مغلولة. يعني في أمر قبل الحالة الاقتصادية المرابة، نسأل الله أن يخفف عنا. ده عموما. اي نعم، فالتدبير شيء مهم، والمرة ما مدبرة لي والله انا بشوفه يعني مرتكبة خطأ كبير والله. معناها تعرف الوقت العادي ده زول، لا وش بعد اتاكد هل المرة دي مدبرة ولا مدبرة. لا لا لا، التدبير ما يصبح شيء مهم وشيء اساسي يعني في الحقات في الحياة المعيشية يعني. بالتأكيد. اي نعم، ولكن كمان البيت يكون مؤهل، الثلاجة شيء مهمة يعني في البيت تكون موجودة عشان تقدر تحفظ شيء ليوم لبكرة اللي بعده. الثلاجة بتلعب دور في الحتة دي يعني. طبعا لها دور كبير الثلاجة. اي لكن الحالة الاقتصادية دي والله فرض علينا ان نكون مدبرين غصبا عننا ولا على كيف. جميل. نعم. جميل. شكرا لك يا محمد. ربنا يصلح الحال. امين. اللهم امين يا رب. اللهم امين. وعدم التدبير بعض المرات يعني بيخلي للناس في خلافات ما توصل للطلاق. جبت لكم امبارح كملت فيها 200 عملت فيها 200 يعني المشكلة تطول يمكن توصل لخراب بيوت يعني. دي طبعا اخواتنا مفترض ولا ينتبهوا للحاجه دي. ايوه طبعا بيصل على الازواج في انه الواحد يوفر لما تلاقيش. النسوان يعني الازواج بيكونوا خشات في صراع، تقول الراجل لو دبرت له هناك بيقوم يعرس فوقي اخير. بس الله يعرس في الزمن ده صعب يا اخي. شكرا يا محمد. الله يبارك. شكرا. كتر خيرك. معنا وفاق، مرحب بك وفاق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا وفاق. جزاكم الله فضلا وتوفيقا ان شاء الله. ان شاء الله. امين. ما تتحدثون عن التدبير. ممكن نقول ان الانسان لوحده حقيقة لا يستطيع ان يدبر كل شيء في حياته، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الامر في السماء ثم ينزل الى الارض. الانسان يجعل لكل شيء سببا، لان الله سبحانه وتعالى يقول قد جعل الله لكل شيء سببا. هذا التدبير الحقيقي الصحيح جاءنا في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن كمجتمع مسلم لابد أن نأخذ هذه التدابير الصحيحة القويمة المستقيمة التي تثمر لنا حياة صحيحة وحياة قويمة، وترسخ لنا دعائم الدين من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكفينا شرفا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وهو معلمنا وهو أساس منبع التدبير الصحيح في حياة الإنسان المسلم. وكذلك الإنسان يكون بالتقوى الله سبحانه وتعالى، يتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له يتقي الله يرزقه من حيث لا يحتسب، وكذلك يلتزم الاستغفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك الانسان ينظر الى من هو ادناه كي يتذكر نعمه الله سبحانه وتعالى عليه، يكون صبورا قنوعا. وكذلك امر اختار الاختيار الصحيح للمراه المسلمه تكون ذات الدين، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاصبر بذات الدين تربت يداك، لأن المرأة الصالحة هي عماد الدين وعمارة البيت وعمل على طاعة الله سبحانه وتعالى. شكرا وفاق. شكرا. تحية لوفاق وتحية لكل المشاهدين الكرام اللي بيتابعونا من خلال حياة طيبة. وتتواصل هذه الحلقة عقب هذا الفاصل، وكذلك نستقبل المشاركات. تابعونا. مرحبا بكم مجددا مشاهدين الكرام في كل مكان في حياة طيبة، والحديث اليوم عن التدبير، هذه الحلقة الثانية في هذا الموضوع برفقتنا الدكتور أيمن الشيخ جمعة السهل، استشاري التخطيط الاستراتيجي الشخصي. مرحبا بك دكتور أيمن. وكانت معنا مكالمتين، أخونا أبو محمد من أهل الليل تكلم عن حكاية التبذير وكي تكون هي ضد التدبير، كذلك تكلم عن أنه المسألة دي في بعض الأحيان إذا بيجوا بعض الزوجات ما مدبرات ممكن تؤدي إلى خلافات بين الأزواج. بلا شك حقيقة قضية التدبير من 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 الصفات الجميلة والرائعة جدا في أي امرأة. إذا وجدت المرأة المدبرة دي تكون نعمة من الله سبحانه وتعالى على زوجها وعلى أهل البيت كلهم. وعلى الفكرة المرأة المدبرة تستطيع أنه حتى لنفسها توفر أشياء في المستقبل. صحيح. يعني شوف النساء المدبرات الآن بتجد عندهم كمية من الأشياء الخاصة بالنساء متوفرة عندهم، ممكن تلقى عندها الذهب قد يكون متوفر أكثر، ممكن تلقى عندها الأشياء الأخرى متوفرة. ليه؟ لأنها هي تجمع بما تراه مناسبا مما لا يضر الأسرة، وفي نفس الوقت بتلقى عندها التوفير بصورة جيدة قدر الإمكان.
قضية التبذير دي من المصائب، وربنا سبحانه وتعالى ذكر أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. التبذير ليس له علاقة بالإسراف، الإسراف هو أن الإنسان ينفق أكثر مما يجب، أما التبذير فهو الإنفاق في الحرام. أي إنفاق في الحرام يسمى تبذير ولو جنيه. يعني حق السجارة ده اللي بترسل به ولدك ولا ترسل به زول يجيبه لك أو تمشي تشتري، والسجارة دي بكم أنا ما أعرف بكم السجارة، حق السجارة ده لو كان جنيه ولا جنيهين ولا ثلاثة ولا أقل ولا أكثر يعتبر تبذير. دون جماعة يعني سعر السجارة عملت كبير، يعني ما شرط أنه يكون المبلغ كبير، أي مبلغ يصرف في شيء محرم فهو يعتبر تبذير. برضو الناس اللي عندهم العادات السيئة دي ممكن يسألوا أنفسهم بيصرفوا فيها كم، يكلفهم قدر شنو، ويعني هلما جرى يتبع عاد فكر شوف. نحن لو الزول قاعد مع نفسه قاعدة حقيقية وفكر في موضوع الإسراف، هم الإسراف لو قاعد يحسب بعض الأشياء اللي بيصرفها في حياته، أحسب الرصيد اللي أنت بتصرفه مكالمات، الرصيد ده في بعض الناس ممكن بتاعت نت، أيوة بعض الناس ممكن يصرف مبالغ كبيرة، ممكن بعض الناس يصل في شهر ل 200 300 400 500 جنيه، بعض الناس أكثر من كده. أنا محتاج أني أتكلم قدر ده، هل أنا فعلا محتاج أنه جزء كبير جدا من قروشي يكون في موضوع التواصل والاتصال؟ دي برضو من الأشياء، أمسك يعني كمية من الأشياء بنلقى أنه أشياء بسيطة لكن هي تتراكم على الإنسان تراكم. فنجان الجبن اللي بتشربه عند 6 شايب و10 جنيه ده ب 300 جنيه في الشهر، لو شربته في البيت كان موضوعه أقل. معناه بقول كده لواحد من زملائنا قال لي لا 6 شايب عنده طعم خاص غير ناس البيت، كل دول قناعته، لكن أنا بتكلم بأرقام أنه أنا ممكن أوفر حاجات معينة بصورة كبيرة جدا لو قدرت أنه أفكر كيف أقلل كمية الصرف الموجود فيها. حنوصل إن شاء الله في هذه الأفكار دكتور أيمن. معنا الآن فاطمة من شرق دارفور، مرحبا بك يا فاطمة. أهلا مرحبا، الله يسلمك يديك العافية. كيف الله يجزيك، الله يبارك فيك يا فاطمة، تفضلي. الله يرحمها ويعينها على التدبير. تسلم يا رب. أنا ما بجيب عين التدبير دي أساسي في البيت، وخاصة إذا عدم الدول والأم، فأنا بخدم يعني أي يوم في البيت أطالب منهم صغار تعيشون على التدبير. تمام. أي يوم من أيام حيزوهم في التدبير برضو ممكن يدبروا، والتدبير مش إنه يدبر في الأكل والشراب والجرم، مش يعني حتى إنه النور اللي منوره أسنى مش ما عايزة نور في وقت مش عايزة أنا منصف النور، يعني الكتب الدراسية طويلة ضد المرحلة السنة الجاية لما يحفظ الكتب نخلال البعض او نديهم من نوير بس بيتهم متاحة للتدبير. ايه حتى الطعام يعني انا بشوف ناس بيجيبوا طعام كبير يعملوه في النهاية يمشي بطاقة يمشي الشارع بروت على الحياة الدائنة عن الحياة خطة وفيرة عندك جروش دي تقدر الحياة تحتاج لها خلي باقي عندك لما نكون في بداية الحياة الزوجية بيكون الصرف فيه بسيط انت وصل في اللحظة دي لان دي بعد فترة دي يعني حي الاولاد ماشيين حي الرياض حي المدارس الصرف تكون كثير في لحظة حياتك لو وفرتها بس ذهبات بس عذار خطير ويوم واحد خاش الجامعة وخطر يدور تستثمر العين تفكر على الناس أقول لهم أنا أديني عشان ما حين يشكل يا سلام. أنا يعني معلش خلونا بس أتحدث معك من الواقع. عندنا المرأة الدارفورية يعني لها تحية من هذا المكان، هي معروفة المرأة فاعلة ومشاركة في البيت حتى ممكن عن طريق الإنتاج يعني بمجموعة الأشياء اللي بتعملها حتى من طريق مشغولاتها وحتى مساهمة في الإنتاج عن طريق الزراعة وغير من هذه الأشياء. فالمرأة الدارفورية بطبيعتها مدبرة، يعني انت الان بتتكلم عن حاجات ما شاء الله يعني احنا في دارفور بندبر احنا الان ما تجي بس دارفور تلقى ان المرأة تنوز بتدبر من اول يوم في حياتها من هو ان جاءت عروس بتدبر حتى ان اولاد يكبروا الان هي بتكون شغالة وتوفر حتى الجروش اللي يدوها لا المصاريف بتجيب الحاجة ممكن بتخلي فيه باقي مثل لو جورت عيان او الطريق اللي بيجرسون بتسد كده العودنا على التدبير. يا سلام يعني الحاجة دي متوارثة حي طارق ان شاء الله. سلام تحيه لك يا فاطمه وعبرك للمراه الدارفوريه. طيب مرحبا يا استاذ رقيه من كوستي، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حبابك عشر عليكم السلام يديك العافيه. الله يبارك فيك. والله بس الصوت شويه صوت وصلنا زي ما عايز اقول لك فتحت موضوع ثاني التدبير والتوفير ما افترض وبرك انا بقول لك معمره الصوت مواصلنا من قطة والله يا أستاذ رقية. أنت ذكرت أنه في موضوع تاني التدبير وشنو؟ توفير ما سامعين التوفير توفير آه. طيب يا سيدي المرأة لو ما وفرت وإن دبرت والله ما معها دائما المرأة تكون مدبرة وموشرة ومتعاملة مع زوجها ويتعامل معها زي ما قال الدكتور زي ما قال الدكتور في راجل بيكون نايم بيكون نايم بشيء حق السيجارة من المرأة هذا مش مشكلة
وشغاله بشيل حق السيجاره من المرأة عشان يشتري سيجاره، حكى اقول له بمشي بلاي سيجاره من بروش المرأة وهو قاعد. يعني دائما المرأة بتكون وافره في عملها، ودائما المرأة بتكون بالذات في نظام البيت ذاته في التعامل بين ذاته بتوفر في بكره. يعني اذا جاء شيء كثير ممكن تقسمه لثلاث يوم، ممكن تقسمه لبعد يومين، ممكن تقسمه لاسبوع. وبالذات الصباح اللي بعدين الثلاجات اللي ما كانت في الثلاجات صحيح، كان في امهاتنا يطبخوا المشمعين ووسع يجيبوا في الثلاجات. يعني الثلاجات دي ساعدتنا المرأة دائما توفر داخل بيوتها. نحن بالذات يعني معلش انتوا جيلكم انتوا الان ما شاء الله عليه ممكن الحاجات دي يكون عنده، لكن بناتنا بنات اليوم اللي هي من صغيره من الروضه للمدرسه للجامعه هي اصلا ما فضت ولا شافت حتى ناس البيت بيعملوا في شنو. الناس دي اللي بيخشوا في الحياه الزوجيه الواحده مرات في غالب الاحيان ما بكونوا عارفين حتى ذاته الشكل التدبير كيف، الملاحظات بيعملوا كيف. فبناتنا اليوم يعني الا من رحم الله. يلا دي غلط من الـ 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 الام. اخو شفت بعد انت كيف تعمل تعليمك كيف كان الزمان امها ربتها، تعليمك كيف وفرت، تعليمك كيف تدبر، كيف تساعد راجلها، وتعليمك كيف تتعامل مع راجلها. اذا جاب يا بنت البسيط ده اصبر عليه، اذا جاب البسيط ده اعمليه في يومين، اكسري كده واكل ابنائك كده، مزل لي وما تنهيلي وما تشيلي بين من زول. وشوف بس احنا اليوم كمان بنات اليوم بنسحر لنا كده بنتين المدايات الستاير اي ولاده بستارتها اي كلها دي لازم وعصرين على الرأي العصر الاقتصادي اللي علينا ده ليه وليه الريحة الجديدة الحد الجديد المفاد هذا ده حاجة جديدة. يعني أنا بتمنى من بنات اليوم يرجع لزمان أمهات وزمان حبوبات، والوحدة ترجع لأمها تقول لها اللي بنعمل شنو، وأنا شايفاكم بتعمل شنو فانا أمي عشان من عصب زوجي أنا أعمل كده وأعمل كده. والله دي بنات الريف يعني بالذات والله الكلام ده موجود. يعني الأم للان هذه الحاجة اصبحت متوارثة عندهم. شكرا استاذ رقية كتر خيرك يديك العافية. تحية لرقية ومن قبل اختنا فاطمة. قبل الفاصل قبل اخذنا ابو محمد وعلقنا على مكالمته بقيت اختنا وفاق تكلمت عن مسألة اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. طبعا دي واحدة من الحاجات المهمة يا دكتور ايمن. بلا شك بلا شك، والتدبير من الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا. هي زي ما ذكرت اختنا وفاق انه على الانسان بذل السبب. فعلى الإنسان الاجتهاد، على الإنسان أن يجلس ويفكر ما هي الوسائل والأساليب اللي ممكن تساعده أنه يوفر، اللي ممكن تساعده أنه يأتي بمصدر دخل إضافي، مصدر دخل زيادة. وأنا كان واحدة من الأخوات علقت على الحلقة السابقة قالت انتوا قلتوا اي زول المفترض يكون عنده مشروع اضافي، مفترض يكون عنده حاجه. طيب الزول مشروع اضافي ده ما داله راس مال، الزول يجيب راس مال من وين؟ في كميه من الاشياء الممكن راس المال حقه يكون بسيط. حاجه بسيطه جدا جدا صحيح. جدا في اشياء ب 1000 و2000 و3000. بعض النساء في البيوت ممكن تبدا بحاجه زي دي وتكبر معاها، ممكن اقل من كده. في اشياء يا استاذ يوسف ما دار راس مال اساسا. انا الشغل بتاع السمسره مثلا، الشباب اللي بيأجروا عربات بالشهر وبيمشوا يشتغلوا فيها في ترحال ولا في اي واحد من وسائل المواصلات الجديده دي، تلقى بيأجرها ب9 ب10 بيطلع له 14 15 بيكسب الاربع خمسه الفريق ده، وفي النهايه ما عنده راس مال بدا بيه. صحيح. ففي النهايه الزول لو قعد وفكر بيلقى في اشياء قد تكون بسيطه لكن فعلا باذن الله سبحانه وتعالى تساعد. ده بذل السبب اللي تكلمت عنه الاستاذ وفاق. نعم، تحيه لاخوتنا وفاق وكذلك اخوتنا فاطمه اللي تكلمنا عنها معاها وذكرت بعض الاشياء. فاطمة ذكرت كلام جميل حقيقة. قالت أنه نحن لازم نأخذ في بالنا أنه قضية التوفير والتدبير ليس فقط في الطعام والشراب. صحيح. قالت ذكرت مثال جميل. قالت الكتب كتب أيوة. المدرسة أنا ليه الكتب المدرسة دي ليه تتشرط أو ليه تتجدع وفي ولد بعد سنة ولا سنتين حاجة نفس المرحلة الدراسية دي، حتى لو أخوه ما محتاج لها قد يكون في غير محتاج لها. في بعض الأسر يا أستاذ يوسف، في بعض الأسر الأطفال حتى الملابس اللي بيلبسوها البيت بتلبس ملابس اخوته اللي كانت بتلبسها قبل سنتين ثلاثه، والولد بيلبس ملابس اخوه اللي اكبر منه لما وصل لعمره وهكذا. فالتدبير هو جزء من حياتنا، لو قدرنا نتعود عليه في مختلف مناحي حياتنا بلا شك انه حيعيننا. انا بقول والله حتى من غير موضوع الازمه الاقتصاديه، لو في عموم حياتنا قدرنا نتعود عليه حيفيدنا ويعيننا باذن الله تعالى. طبعا. دكتور ايمن ناخذ مكالمه نجي نكمل ان شاء الله. مرحبا يا ضاحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. ديك العافية، تفضل يا ضحي. والله يتكلموا الناس عن التدبير وعن الثلاجات. الثلاجات دي الناس يخط باقي الأكل، لكن يومين ثلاثة يقوموا يقول لي ما بقدموه، يعني المرأة ما بتدفي الأكل ده. أها. وتقدمه، خلي يومين ثلاثة. أكل من الثلاجة ما بندي لزول، مش كده؟
ايوه ما بي ما بيفلو يومين ثلاثة يقول لك والله اذا خلاص يعمر جديد. طيب يعني ده نوع من عدم التدبير ذاته يعني. جميل. طيب شكرا شكرا ضاحي كان معنا من الصحافة. بس في الجزئية دي احنا يبقى حتى الاستخدام بتاع الثلاجة عندنا فيه اشكال. يعني الاطعمة في بعض الاطعمة مثلا زي الايدام او الملاح ما مفترض نحطه بحلته هو ذاته في الثلاجة، يعني مفترض نحطه في اواني اخرى لما نجي نشيل نسخن في اناء ثاني. في ناس بيحطوا في الثلاجة يشيلوه سخنوه ثاني يدخلوه، فده فيه اشكال صحي بالنسبة للانسان. انا اشوف حكاية لكن ما بوفره ده يا دكتور ايمن بعد ما نعلق على مكالمة اخوتنا استاذ رقية كانت معنا من كوست. استاذ رقية كان عنده وصايا جميلة حقيقة وصت بها بناته واخواته، انه فعلا التدبير امر يتعلم الانسان. صحيح. التدبير امر نحن نتعلمهم. صحيح. والانسان اللي عاش في وضع مادي جيد قد يجد نوعا ما من الصعوبة ان يتأقلم مع الوضع المادي اللي فيه نوع من الصعوبة. صحيح. لذلك حقيقة الإنسان إذا استطاع أنه يعود نفسه ويعود أسرته والناس اللي معه على التدبير، التدبير في أن أطفي اللمبة وأقفل المروحة والأشياء، يعني ممكن تكون تخيل لك أوضة قاعدة 24 ساعة بلمبات ومروحتها ما فيها زول، تخيل البيت كله ممكن يكون، يعني في أسرة ممكن تصرف في الشهر 250 جنيه 300 جنيه في كهرباء. صحيح. بينما لو اقتصرت ممكن توفر 100. حتقول لي طيب 100 بتسوي شنو؟ احنا قلنا 100 مع 50 مع 70 مع 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 بتعمل بتسوي. صحيح. حاجة صحيح بالتأكيد. ترى من أخونا ضاحي علق على حكاية أن بعض الناس اللي ما بطلعوا الأكل من الثلاجة يقول لك ما من الضيف لو يضيف مثلا ما لازم ضيف. نحن نتكلم عن وجبات ناس البيت. ناس البيت يعني أنا ممكن الطعام البايت يوم ويومين وثلاثة، اليوم الرابع ده بدل ما ست البيت تطبخ ممكن تجيب لنا البواقي اللي كانت في الأيام الثلاثة بتعمل لها صينية محترمة. خليك الناس اللي بيقول لك نحن بناكل أكل بايت. في اطفال في البيت احيانا، الاطفال دي على فكره ما بيكتفوا بفطور وغدا وعشاء، الاطفال دي يكون عندهم قدام بعد في المنتصف كده بيقولوا حاجات بسيطه بسيطه بيلقوا حاجات زي دي. فدي من الاشياء اللي بتعين ست البيت اذا حافظت عليها فعلا بالطريقه المناسبه. دي وسيله واحده من وسائل التوفير. نحن لو قعدنا لو سالنا الاخوات بس رايكم شنو الحاجات اللي ممكن توفري بها، حنلقى افكار رائعه جدا. ما في مانع الزول يسال يستفيد. المرأة تسأل جاراتها تستفيد منهم، الرجل يسأل الناس اللي معاه. يا جماعة أنا وأنتوا شغالين في مدرسة واحدة وبناخذ مليونين، أنتوا بتتصرفوا عايشين كيف؟ وروني عشان عامل زيكم. فلان ده عايش ب 4000 أو 5000 مرتب، وريني أنت بتمشي به كيف؟ عندك دخل ثاني طيب بتوزعها كيف؟ وأنت أسرتك نفس عدد أسرتي؟ علمني خليني أستفيد. ممكن ألقى لي فكرة، ألقى لي كلمة من زول، ألقى وصية من زول، فعلا ألقى طريقة معينة قد تفيد الإنسان وتعينه أنه يمشي لقدام. الرغبات في بعض الأحيان بتكون هي مهلكة للجيب دكتور إيمان. صحيح. وأنا ماشي في السوق شفت حاجة سمحة اشتريتها ولو 10 جنيه أو 5 جنيه، مرة حبة كده شفت حاجة سمحة أنا اشتريتها، يعني محتاج لها بقوم حسب رغبتي أو عيني اللي وقعت عليها أنا بقوم بشتري. الحاجة دي كتير من الناس بيقعوا فيها لما تكون في قروش، لكن لما تكون ما في قروش الموضوع ده ما في ولا طريقة. هو الزول عارف، الزول لما يكون عارف انه عنده مقدار معين قبل ما يشتري بيكون عارف انه دي حاجة انا ما عجبتني لكن ما محتاج لها. صحيح. حاجة فيها نوع من الترف، حاجة فيها نوع من كذا وكذا وكذا، انا بدل ما امشي اشتري لي مثلا على سبيل المثال في نوع من انواع الشوكولات على سبيل المثال اللي بتجي من برا السودان اقل واحدة سعرها 30 و40 و50 جنيه. انا طيب ليه اشتريها هي اذا انا وضعي المادي صعب؟ ليه ما اشتري حاجة اقلة؟ ليه ما اشتري حاجة اخفة؟ وهكذا خش السوبر ماركتات الضخمة ناس الانفال وغيرها من غير دعايات، يعني المراكز الكبيرة في اغلب البضائع اللي فيها بتجي بضائع من السعودية ومن الامارات ومن غيرها بتكون اسعار مضاعفة. انا لو عندي بديل من بلدي وسعره ربع او نصف السعر انا ممكن استفيد منه بدل ما اصرف السعر الاكثر، الا طبعا لمن فتح الله عليه فالامر كما فيه ساعات. صح. عبد الكريم ان شاء الله حنواصل لك عقب هذا الفاصل مشاهدينا الكرام، من ثم نعود لنستقبل المشاركات. خليكم معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في كل مكان في حياة طيبة والحديث عن التدبير، هذه الحلقة الثانية وبرفقتنا دكتور أيمن الشيخ جمعة سهل استشارة التخطيط الاستراتيجي الشخصي. حبابكم عشرة وبمشاركاتكم من خلال أرقام الهواتف التي تظهر أسفل الشاشة. حبابكم عشرة دكتور أيمن، حبابكم مجددا ومعنا متصل أم أبرار. السلام عليكم. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك يديك العافيه. التحيه ليك وبارك الله فيك وجزاكم الله خيرا يا احسان. وياك ان شاء الله يا رب يديك العافيه. ما برا الله يبارك. تتكلم طبعا عن التدبير. التدبير يعني نعم. والله انا طبعا يعني الحمد لله. بعرف ادبر في البيت لكن يعني شوية تريد دينا تجربتك يا أم أبرار، أرفع صوتك ودينا تجربتك، يعني بتعمل شنو؟ والله
والله يعني مثلا لما اطبخ طبيخ اليوم لو ما يتاكل بقوم بخليه في الثلاجة ثاني يوم برضه بطبخ. لكن يلا ثالث يوم بقوم برجي لهم حق اول يوم جابه. وفرت حق يوم. ان شاء الله بالطريقة دي ويعني مرات بنوع لهم بحاجة ثانية. مثلا سلطات ولا لحمة كبيرة جنبها، المهم يعني حاجة كبيرة تفتح الشهية. نعم. ويعني زوجي ذات من النوع اللي بيقول ده داير وده ما داير، اول قبل ما اجيب اطفال المرحله كانت صعبه علي شويه. لكن الان الحمد لله بعد ما رب العالمين رزقني بقدر اوفر وادبر، مرات بقول هاي العيالي بوفرها بدبرها. يعني انا قبل كذي دبرت انا قروش كثيره عشان ما يساعد نفسه، ونحن ساكنين في بالايجار يعني الحمد لله. عشان ما يقدر يمرق يشتري له بيت. في النهاية قام يعني شوية خذلني شار القروش يتبذل من اللحظة ديك بجيب لما أوفر القروش بقعد أوريه. بقوم بشتري بها يعني مثلا لو القروش بتجيب لي زي الجيران بتاع ده حاب بشتري الجيران بخطه. لو حصلت حالة طارعة اتأكدت إنه تماما ما عندي قروش حتى بقوم بصرف منها للأطفال الاحتياجات الخاصة مثلا تم يرضوا ولا لو، لكن بنقدر انت تعال يعني. تفضل. يعني لما مرات مثلا انا اقوم اساعد اي زول لما اوريه بيقوم بيزعل. اها. يلا بيجي حتى يعني لما عايز اعمل حاجه لخير ما قاعد اكلمه. طيب هل انت بتساعد يعني مثلا بتشيل من قروش ولا حاجه عاديه مثلا بتقدم مطعم؟ لا 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 بدبر ان شاء الله بس الحمد لله من مصروفي كالعادي. بدبر منه يلا بقوم بعمل حتى انا اسبيتهم بيقول لي يا اخي انت عملتي وعملتي ما كلمتيني. قلت له يا اخي الدكتور قال له داري اعمل حاجه عمل خير قال اليد اليمين ما تخلي الشمال داري. تمام. الدار اعمل لوجه الله يعني لكن بس بس على انه طيب هل ممكن برضه منها يعني يا حري؟ طيب جميل اوكي واضحه ان شاء الله. شكرا يا ام ابرار. شكرا ام ابرار. ام نسمة مرحبا بك. مرحبا يا ام نسمة. طيب فقدنا ام نسمة من الجدار لها التحية. ام ابرار مشاركتها لها التحية يعني هدتنا نموذج رائع لمسألة التوفير بلا شك. قضية التوفير خاصة المثال اللي ذكرته موضوع الذهب الاشياء اللي سعرها بيرتفع ما بينزل، يعني كثير من النساء مجتهدات في الحاجة دي ودي حاجة كويسة وبينفعها يعني لها هي كزينة، ثم عندما تحتاج عندما يعني تحتاج انه تفك او تصرف منه بتلقى فيه بتلقى الحاجة دي موجودة. وانفاق ان شاء الله تعالى حتى لو زوجها ما عارف او ما راضي، الانفاق ده ما دام من الاشياء الطبيعية اللي هي حاجة للجيران، زول مسكين بيدوا حاجة بسيطة، دي كلها ما فيها اشكالية. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن للمرأة انه حتى لو زوجها ما بيصرف عليها انه بيجوز لها تاخذ من غير ما تستاذن منه، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. عندما جاءت الصحابية تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم انه زوجها شحيح ما بيديها ما يكفيها، فقال لها تاخذ حتى لو ما عنده علم لكن تاخذ ما تحتاج اليه احتياجا فقط ما يكفيها بالمعروف الحاجة المتعارف عليها. فالإنفاق ان شاء الله تعالى ما في إشكالية، هو جزء من البر ودي حقيقة فرصة انه نوصل الناس كلهم. يعني نحن الان في لما تكون في وضع بتاع أزمة اقتصادية معنا انت قد يكون عندك قدرة على التدبير صح. لكن تأكد انه في من جيرانك ناس حتى القدرة دي ما عندهم صح. فكلنا نتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لوصيته للصحابي اذا طبخت طعاما او مرقة او يعني طعاما فاكثر ماءه او مرقته وتعاهد جيرانك. فالزول ما يتخيل انه كل الناس اللي حوالينا امورهم مستورة، في ناس فعلا محتاجين الزول اللي بيمد لهم والزول اللي بيساعدهم والزول اللي بيهدي لهم خلينا نقول هدية تساعد، لانه ما كل الناس زي ما احنا متخيلين عندهم اللي بيغنيهم صحيح. انا متاكد انه في اسره تكتفي بوجبه يا استاذ يوسف في اليوم صحيح. انا متاكد انه في اسر في اليوم لا تاكل الا وجبه واحده في منتصف النهار وخلاص. انا متاكد انه في بعض النساء ما بتقول يا راجل صباح اديني مصاريف، لانه هي عارفه انه ممكن يكون ما عنده اساسا، خاصه الناس اللي بيشتغلوا باليوميه او بغيرهم. فدي الانسان لو خدتها في باب ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه وبيعينه وبيديه بركه في ماله ما دام هو بيساعد الناس. ان تنفق وانت صحيح شحيح، يعني انت ما عندك حاجه وبعد تدي الناس، دي من اعظم انواع الانفاق. يا سلام. بالتاكيد دكتور ايمن، هي بس خطهم ابرار في اشكال بسيط اللي هو حكايه انه يعني انه زوجها مرات بيزعل، الحاجه دي ممكن هل نعملها بالخفاء ولا ناخذ فيها ضبط ان شاء الله لكن بعد ما ناخذ هاي. جميل. اهلا هاجر مرحبا بك، السلام عليكم. مرحبا اخوتنا هاجر. الو. مرحبا بك، اديك العافيه.
سامعينك يا هاجر؟ سلام عشرة، تفضلي ابعد من التلفزيون بس. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي علي الشيخ، الله يديك العافيه. تفضلي يا هاجر، تفضلي. يبدو انه هاجر سمعانا من التلفزيون، بيكون في فارق في الصوت، ياخذ وقت. تحيه لهاجر، ان شاء الله تعود لنا تقفل التلفزيون ونسمع مشاركته. نرجع لاختنا ام ابرار اللي هي حكايه انه يا اخي بيزعل منها زوجها. حمد قال انه يزعل، لكن الطريقه المثلى شنو يا دكتور؟ الطريقه المثلى انه هي تنفق ما تشاء من غير ما في داعي انها تستاذن منه في اي حاجه. الاشياء المتعارف عليها ما بتحتاج من الزوجه لاذن، يعني ما بتحتاج حاجه يكون فيها ضرر زوجها. والله في الشغل السلام عليكم جاني زوج شحاده ردي 5 جنيه، ما يعني الاشياء البسيطه زي دي من الاشياء المتعارف عليها هي تبادر وتنفق. وان كان حقيقه السؤال ده هو يعتبر فتوى، فالفتوى الحق بها برنامج الفتاوى، لكن فقط من باب التوجيه العام انه المراه تجتهد في انها ما تعرف عليه ما كان متعارفا عليه ان يعطى، ليس هناك بأس في ان تنفق منه المرأة حتى لو زوجها ما كان عارف. بالتأكيد دكتور، اما في بعض الاحيان نحن نصل لمرحلة التباهي في الاشياء، يعني بالذات في المناسبات. نحن الان عندنا كمية من الطعام يهدر يا دكتور ايمن، عندنا كمية من الحاجات اللي بتدعم اصلا ما في لها داعي. ناخذ من نسمة ونجي راجعين من القضارف. مرحبا بك يا ام نسمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحييكم وبحيي تيم العامل والاذاعه. الله يديك العافيه. تفضل. انا بشجع طبعا موضوع التدبير، لان التدبير بيساعد الاسره على تحمل مكابد الحياه. نعم. لكن كمان التدبير ما يقول للبخل، لكنه الجار ما يتقدر جاره اذا جعان ولا محتاج. طبعا بالتاكيد. وكمان ما نجعل الدنيا اخر همنا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من همه معيشته فقد كفر. ونتمنى ان التدبير يكون في المجال الصحيح. ان شاء الله. طيب شكرا لك بالنسبه، كتر خيرك. دكتور ايمن، نعلق خطنا من اسمه الحديث، هل هذا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا ما اعرف اذا حديث ولا، الله اعلم. لكن حقيقه كلامها عن النقيض، انه ما يصل التدبير لدرجه البخل، دي حاجه نحن كلنا متفقين عليها. يعني ما يعني في بعض الرجال قد يكون للاسف هو اصلا شحيح، يعني هو اصلا ماسك يده اكثر من اللازم، فلما تجي ازمه اقتصاديه حيسوي شنو؟ اذا في وقت الرخاء هو ماسك يده، لما يكون في ازمه حيكون للاسف الشديد. يعني في النهايه نفقه الانسان على جناس البيت تعتبر اجر، الله سبحانه وتعالى ذكر، الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا ذكر انه خير دينار تنفقه هو دينار تنفقه على اهلك، يعني انت قاعد تصرف في الشهر 5 مليون، الملك مسجل لك 5 مليون صدقات، وانت بتديها لناس البيت. انت بتنفق 10 مليون مسجل لك شهريا 10 مليون قاعد صدقات في ميزان الصدقات حقتك، تعتبر نفقتك على ناس البيت تعتبر بالنسبه لك اجر. لكن اذا احتسبتها، اذا نويت عند الله سبحانه وتعالى انه ده انفاق على اهل البيت، فالله سبحانه وتعالى يثيبك عليها اكثر مما تتخيل. فالانسان ما يمسك يده، لكن ليس المقصود بامساك اليد انه الانسان يكون الحرص، لا الحرص مطلوب. من اكبر من عندما قرات في سيره الشيخ في السعوديه الراجحي المعروف التاجر الكبير، قالوا انه ما كان يعطي الريال الواحد لاولاده الا لسبب، ما في حاجه بتطلع ساي. فالواحد لو فعلا قدر انه يكون حريص لكن ما بخيل، دي الحاجه المطلوبه. انه انا وانا راجع البيت مره اجيب لاولادي حلويات بسكويت غيره غيره، مرة كويسة، لكن ما معناها أنا يوميا يكون ده جزء من حياتي الثابتة، ولا معناها أنه أنا أمنع منهم تماما. فالتوسط هو المطلوب بالتأكيد. نأخذ أم أحمد. دكتور أيمن مرحبا يا أم أحمد. أيوة معك. الله يديك العافية حبابك عشرة، تفضلي. الله يبارك فيك. تسلم يا رب. الله يخليك. تفضلي يا أم أحمد، نحن بنتحدث اليوم عن مسألة التدبير. التدبير حاجة مهمة شديد في الحياة. وبعدين أنا زولة بسيطة جدا جدا، لكن الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. أبعد من التلفزيون يا أم أحمد. زولة بسيطة شديد، لكن الحمد لله رب العالمين مسورة، وبجيب لأولادي يعني حبة حبة ممشي أموري الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. واموري ماشيه الحمد لله، ما معانيه الحمد لله، وفي خيرين زياده والله بسيطه شديد، لكن ما شاء الله ما حصل عانيت في حياتي. طيب اعتمد يعني تجربتك يعني يا ام احمد، بتعمل شنو بالضبط؟ يعني هل المصاريف اللي بدوك اياها بتوفر منها، بتدخل منها دخل زياده، بتشتغلي؟ والله كنت بشتغل، كنت في الكفرة، جيت البلد دي ولا حاجه ما عندي.
ما شاء الله اشتريت بيت ملك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله استقاعدة وما شاء الله يعني والله عايشة زي ما مرتبين عديل أولادي ما محتاجة لي حاجة ما محتاجة لي زول الحمد لله رب العالمين يعني بشتري حاجاتي إن شاء الله لو عندي 50 جنيه أنا بعمل بقدر الحاجة اللي عندي يعني لو مشيت السوق ما 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 بعين ما بعين فوق أجيب إن شاء الله حاجة بسيطة بسيطة كده على قدر اللي عندي وأولادي ما بحرمهم لو لقيت بجيب لهم الحاجة أبو الأولاد موجود يا أم أحمد؟ والله يا أبونا تسافر ومجاسين وقاعدين الحمد لله وعليلنا ممتاز أمورنا ماشية الحمد لله رب العالمين يعني أنت قايمة بالإدارة كلها إن شاء الله ربنا يعني يحفظكم يا أم أحمد شكرا جزيلا كتر خيرك شكرا أم أحمد برضو هي نموذج بلا شك نماذج كثيرة والإنسان بيحتاج لكن حقيقة الوصية اللي بنوصي بها الرجال خصوصا على فكرة الرجل من أصعب الأحوال اللي بيمر بها موضوع الفلس يعني إذا كانت المرأة في حاجات كثيرة بتضايقها فالرجل أكثر شيء ممكن يضايق الرجل لما يحس أنه ما عنده قروش دي بتحتاج حكمة يا دكتور أيوة يعني المرأة في البيت تتعامل بطريقة أيوة صحيح فهي ممكن المرأة تجد الراجل يا ربي الراجل ده ماله أخلاقه ضايقه وبتنرفز وبنهر في الناس كلهم ببساطة الرجل مفلس ما عنده قروش فالإنسان لما يكون في وضع مادي سيء بيتغير تغير كبير جدا عشان كده الواحد يجتهد قدر الامكان انه ما يصل لمرحله انه ما يكون عنده حاجه والاجتهاد يسعى يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا في الحديث قال لان يحمل احدكم فأسه فيذهب فيحتطب يبيع الحطب خير له من انه يقعد ياخذ من ده يتسلف من ده ولا يشحت من ده الى اخره الانسان سيجد وسيله والله نحن لو فكرنا انا ساكن في اخر مدرمان في الاسكان الشعبي الاسكان الشعبي الحاره 76 نهايه مدرمان ناس ما شاء الله تبارك الله ناس بسيطين وناس يعني ناس يعني نحن محلتنا أشبه بالقرية كما يقال لكن والله لو تشوف الناس الموجودين لو تشوف النساء مجتهدات كيف عندنا جارتنا زوجها مسافر له 4 شهور مشي للزراعة في البلد هي قايمة بمصاريف أولادها كاملة مع أنه ما قاعد يرسل لها حاجة في 4 شهور اللي فاتت دي كلها ليه مجتهدة عندنا الدكاكين كلها ما تمر بدكان إلا تلقى السرد بتاع الكسرة وتلقى الـ إلى آخره أكشاك الطعمية في كل الناس دي بتتحرك بالبقدر عليه الزول اللي بيقدر عليه وبيتحرك به واخيرا من الزول بتلقاه نايم له في حته ولك والله شغل ما في الشغل بيجيك الشغل ده اللي تسعى عليه صحيح. والحركه بركه باذن الله تعالى بالتاكيد هتكلمنا عن واحده من الجزئيات المهمه نحن يا دكتور ايمن مع الوضع اللي نحن فيه ده الان وتلقى الناس حالهم تعبان الواحد لو دار يعمل له مناسب او غيره يكلف الدنيا وما فيها صحيح على اساس انه هو يا اخي ناس فلان عملوا كده انا اعمل كده موضوع التباهي او موضوع الصرف اللي ما له لزوم محتاج يحتاج حقيقه الى حسم يحتاج من رب الاسره ان يكون حاسم يكون حاسم خاصه في الاشياء اللي فيها صرف كبير زي المناسبات زي الزواجات على سبيل المثال في زواجات فيها صرف رهيب في زواجات حق الصاله بيعرس مرتين وثلاثه لناس اخرين صحيح في زواجات حق العشل فيها بيزوج له شخصين وثلاثه في زواجات في اجراءات مما الزوج يقول بسم الله لحد ما قبل العقد بس الاجراءات اللي هي فتره الخطوبه بس فيها مصاريف وفيها عادات وتقاليد رهيبه فيها في النهاية الدفع كثير جدا بل للأسف يا أستاذ يوسف حتى الدفع ده ما بيكون من أهل الزوج بس أو من الزوج بس من الطرفين أو الزوجة نحن عندنا أحد قاربنا تزوجت بنته قريبا فبتونس معه وقلت له عرس البنات كيف قال لي والله عرس البنات ده فيه دفع قروش فيه والله صرفنا مصاريف قلت له يا رجل المفترض أنه اللي بيدفع هو الزوج والعروس هي اللي بتستفيد بجهة المهر وبجهة بجهة لكن عاداتنا وتقاليدنا بتقول شنو لا في صرف رهيب كثير من الشباب يا دكتور يعني ضم مقاطعه كثير من الشباب الان والله يحول بينه وبين الزواج شكل الدفع صحيح يعني يقول لك الان اقل شيء عايز صاله او خطيب وهي عايزه صاله يقول لك يا اخي احسب لك انا عايز 1 2 3 4 وانا ما قادر اجيبها وزول موظف يكون بياخذ 2 مليون 3 مليون من وين يجيبها يعني اللي يشترك بس ما في اكثر من كده حلها شنو والله حلها انه الانسان يشوف له اسره عاقله ما دار الحاجات دي كلها يعني انا المانع شنو لو ما عندي مقدره انه انا اتزوج في صيوان في الفسحه اللي قدام البيت لازم صاله قالوا لازم صاله انا لو ما عندي استطاعه بمشي لناس غيرهم ايوه او بتوائم معاهم بطريقه معينه في النهايه الانسان يجب ان يوجد حلول انت لو ما عندك انا اصرف لي 300 200 100 مليون في زواج
ويكون جزء منها كبير دين، بعد ما اتزوج ابدا يعني اسدد الديون اللي علي، انا اشيل هم بيت اصرف عليه ولا اشيل هم مصاريف انا داخل بيها. فيعني ربنا سبحانه وتعالى يعين وييسر امور الناس، والعقلاء موجودين صحيح، والاسر اللي حريصه على اعفاف بناته موجودين. وفي من الاباء من يقول للزوج يعني المطلوب بس احنا نزور كويس، ما بيكلفه باي حاجه اكثر من طاقته او اكثر من احتماله. ما عدا يا دكتور ايمن في بعض الاسر اللي قاعده تبالغ، يعني احنا نعرف كثير من الاستشارات اللي بيجينا انه في واحد بعد ما مشى ودفع وشايل قروش وقال يا اخي احنا بدون صاله ما حنعرس لك. صحيح، فده طوالي قلنا يا اخي نصرف شوف غيره. بالضبط، ودي انا سمعت بها كثير حقيقه، خاصه موضوع الصاله ده قد يكون اصرار من البيت ذاته. صحيح، قد يكون اصرار من والدتها او من ابوها، ويعني انا لو ما تزوجته كده ما في زواج. الاحجار دي موجوده، وياما في زواجات وصلت للمرحله الاخيره وتفركشت بس. صحيح، الموضوع شنو؟ في موضوع قضيه الصاله. نعم دكتور ايمن، احنا مشينا على الختام، نريد خلاصه القول والنصائح ان شاء الله والارشادات في الختام للمشاهدين. اول حاجه نحن ندعو الله سبحانه وتعالى ان يفرج ما بنا، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يعيننا وان يعين هذه البلاد وان ييسر الامور وان يحل علينا الرخاء. والناس اللي بيضحكوا بيقول لك انه والله كيف تقولوا انه الازمه الاقتصاديه سبب الذنوب والمعاصي، دي ما لها علاقه، شوف الكفار كلهم ذنوب ومعاصي وامور ماشيه. لا، نحن مسلمين وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا انه ناخذ بالاسباب، من ضمن هذه الاسباب ان نعود الى الله سبحانه وتعالى وان نرجع الى الله سبحانه وتعالى وان ندعو الله سبحانه وتعالى، ثم ان نبذل الاسباب التي بذلها العقلاء. دول اقل مننا في الموارد اصبحت فوق لانه حسن الاداره ادى بها انها تمشي لقدام. ربنا ييسر لنا ناس يحسنوا ادارتنا، وربنا ييسر لنا نحن كمواطنين او كسكان لنعمر هذه البلد، انه فعلا نقوم بما يعيننا على ان نعيش هذه الحياه بالصوره التي ترضي الله سبحانه وتعالى. من ثم الانتاج فالانتاج يا دكتور. بلا شك، بلا شك. شكرا جزيلا دكتور ايمن الشيخ جمعه السهل، استشاري التخطيط الاستراتيجي الشخصي واستاذ الثقافه الاسلاميه بجامعه الخرطوم، كثر خيرك. امين، بارك الله. شكرا، جزاك الله خيرا. شكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. ان كان من وصيه لابد من الانتاج، لازم تشوف وسائل الانتاج في البيت بالحاجات البسيطه. ان شاء الله تجيبي حاجات تسحنها في البيت وتعبيها في اكياس تبيعها في الدكان. او غير اي حاجه بتجيب قروش نحن نعملها. ده مدخل ان شاء الله الناس اللي بيعملوا بارقوا في المناسبات. اي زول بخش الزواج وهو متدين ده خاش بهم وما بيقبل اي مشكله من زوجته، ممكن يؤدي الى الطلاق الحاجه دي. انا بكون معبى كده. حلقه الغد ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى مد الله في الاجال مع دكتور يوسف اسماعيل عبد الله، والحديث عن الطلاق ونظره المجتمع الى المطلقه على وجه الخصوص. الى ذلك الحين تحياتي وفريق العمل، في امان الله.